السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتكم في قناة سيول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة شقة مميزة داخل منتجع سياحي خاص، موجود فيه مساحات خضراء وجراج خاص وحمامات سباحة كبار وأطفال. ده الدخلة بتاعة المنتجع. وتحت هنا دي موجود الجراشات الخاصة، وعندي هنا دي حمامات السباحة، حمام سباحة كبير. وعندي هنا حمام سباحة تاني أطفال وكبار. هنا عندي دي واجهة العمارة. الشقة في الطابق الثالث علوي، تالت بلكونة. دي حمامات السباحة اللي احنا اتفرجنا عليها. وعندي هنا ده مدخل العمارة. دي جماعة الجراشات. موجود عندي هنا أسانسير وحارس خاص للمنتجع. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. ما شاء الله تبارك الله. عندي هنا ده الريسبشن، متشطب كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. وعلى يميننا موجود مطبخ أمريكاني. ده المطبخ من الداخل. وعندي هنا ده ضغط المية. ما شاء الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب البائع والمشتري. عندي هنا دي البلكونة، أول بلكونة موجودة عندي داخل الشقة، والبلكونة دي بتطل على حمامات السباحة. مساحات ووحدات خضراء موجودة عندنا. ما
ما شاء الله تبارك الله. عندي هنا غرفة طرق التوزيع للغرف، ومعايا أول غرفة نوم، متشطبة تشطيب هادي. الغرفة دي بتطل على المنتجع وتطل على حمامات السباحة. على اليمين هنا موجود الحمام، ضغط مياه ممتاز جدا. ونبص مع بعض على الغرفة التانية، نفس مساحة الغرفة الأولى ومتشطبة برضه تشطيب هادي. الله أكبر، الله أعظم، لا إله إلا الله. الغرفة دي ليها بلكونة، وبلكونتها برضه بتطل على حمامات السباحة. الله أكبر، الله أعظم، أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حقا صدقا وقينا، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب حسن. مع بعض يا جماعة سريع عشان نلحق الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة في الطابق الثالث علوي، ثالث طابق بعد الأرضي، مرخصة ومسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء ومياه، بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. الشقة مميزة جدا، داخل منتجع سياحي وبتطل على حمامات سباحة، موجود أمن خاص للمنتجع وجراشات خاصة. المساحة الإجمالية للشقة 100 متر، السعر 285,000 جنيه كاش قابل للتفاوض. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، اشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.